بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وخواتي، حياكم الله جميعا. قصتنا الليلة عن رجال ينقال له خالد، وخالد له 4 أخوة من والدته من أمه، وله أخوة كثيرين أيضا من أبوه. يعني والده سعود متزوج 3 حريم، وخالد انتقل من المكان اللي المدينة اللي كان عايش بيها طوال حياته، يعني انتقل على مدينة ثانية. والقصة حصلت تقريبا بالتسعينيات، بالتسعين يعني 92 هيجر. انتقل خالد بغرض العمل، وإجا يدور عمل لبين ما تقريبا يعني بهاي المدينة اللي انتقل عليها ظل حوالي 3 شهور 4 شهور، لما لقى المزرعة اللي استقر بيها وصار يشتغل بيها. وخالد رجال متقي عمله بهاي المزرعة، وصاحب المزرعة استحب له، يعني رجال يعني شغله نظيف، آدمي محترم ملتزم كذا إلى آخره. يعني سأل خالد، قال له أنت يعني غريب، يعني بدأ غريب أنه جاي من غير مدينة ويشتغل بهاي المدينة. قال له والله يعني أنا سالفتي طويلة، قصتي طويلة وكذا، إيش عندك يا خالد ظنا كذا؟ قال له والله عندي 3 ولاد أطفال، يعني ما صار له زمان خالد متزوج، وعندي حرمتي قاعدين بالوقت الحالي عند أهلي يعني. والحالة والله يعني تعبانة وكذا، لذلك أنا انتقلت على هاي المدينة، قالوا لي بيها الشغل زين وكذا، فبغرض العمل يعني. فقال له هذا الرجال صاحب المزرعة، حياك الله يا خالد، وأنت شغلك ما شاء الله عليك، يعني تعرف بعملك، يعني حافظ عمله ويقعد من صلاة الفجر يبدأ بشغله ويكون منجز الواجبات اللي عليه، ويجي صاحب المزرعة يشوف عمله واستحب له يعني. قام يعني الشيء الغريب بخالد، يعني الرجال صاحب المزرعة ينقال له عادل. عادل يقول كان في تصرفات يعني أحسها يعني مو طبيعية عند خالد. يعني مثلا يقول أني كنت أجيب له لما استحبيت له كذا، أجيب له أكل، يعني اليوم اللي مثلا نكون طابخين بيه طبخة زينة مثلا بالبيت وكذا، أخذها وعليها يعني يكون شكل أو شكلين أو 3 أكل، أخذهن وأعطيهن لخالد يتغدى بيهن، كونه ما له أسرة وما له عيلة وقعد مستقر بهاي المزرعة، بالوقت اللي كل العمال اللي يشتغلون بالمزرعة من نفس المدينة يعني يروحون ويروحون على أهلهم يعني. فيقول أخذ له وحاط له يعني مثل الملحق، يعني مثل غرفة غرفتين هيجد، وبيهن براد وبيهن تجهيزات يعني عزبة يعني. فيقول مثلا اليوم أجيب له أكل نوعين أو 3، أجي ألاحظ أنه خالد يأكل صنف واحد يعني، نوعية واحدة يعني، تلاقيه مثلا مو لامس الأكل الثاني مثلا السلطة أو الكذا أو الشي، مو يعني مو محركهم. أجيب اليوم الثاني ألاقي إيش يعني ماتش للنوع الثاني النوع الثالث، يعني في عنده نوع من التقنين هيك إذا فهمت آني، يعني نوع من التوفير أو كذا. فيقول قلت والله يعني أنا يعني كوني أجيب له كل أسبوع مرة بالأسبوع مرتين، قلت يعني طبيعي أنه الرجال يتصرف بهالشكل، اليوم حاط بالبراد ثاني يوم كذا مشان ما يطبخه. فيقول كثرت، صرت يعني بشكل يومي أجيب له أكل. فكان يقول لي خالد لا تجيب لي بشكل يومي، يعني ما شاء الله أنتو يعني تطبخون طبخة أو طبختين أو كذا، وتجيب لي أنواع كثيرة وكذا، فهذا
يعتبر تبذير. فيقول والله يعني هيك نظرت، قلت له الخير كثير يا خالد وكذا. قال لي لا لا تبذير. يقول اجي على البراد الاقي مو ماكل مثلا خبزة وشوية من نوع اكل يعني. يقول رجعت للسابق، قلت اولي يوفر قبل يعني، مشان اليوم قاعد اجيب له يومي، وفاجأني قال لي لا تجيبي. فاحيانا يقول الشغل الاكل الباقي، ويقول لو مثلا تنطيه لفلان، يقول لعادل صاحب المزرعة يعني، تعطي هذا الأكل لفلان لأنه أيضا محتاج يعني. فقلت له يا أبو خالد يعني أنت، أنا أجيب لك هذا الأكل وأجيب أكل لفلان يعني، ما عندي مشكلة يعني، إنما هذا أكلك ليش أنت تشيله وكذا. الرجال يعني إذا أقولكم، يقول على مستوى الخبزة يعني، خبزة البارح لازم ياكله، خبز أول البارح لازم ياكله يعني، ما لازم يكب شيء نهائيا يعني. أجيب له مثلا، بشوف استغرب يعني، استغرب صاحب المزرعة، شيء غريب فعلا يعني بهذا الزمن بإنسان بهذا الشكل يعني. يقول اليوم أجيب خبز تازة حار ساخن يعني، ألاقيه مو ماشو حاطه، وآكل الخبز القديم ألا يخلص نهائيا. ليش يا خالد تسويه كذي؟ يقول حرام يعني، وين اروح بالخبز هذا بدي اكبه يعني. يقول المهم يعني ما دققت بالموضوع. راحت الايام وجت الايام، جيت على خالد، وصراحة صار تحول خالد من شخص يعمل او يشتغل عندي الى صديق وصاحب يعني. ويقول مرة من المرات حكالي، كان يعني مضطرب خالد هيك وكذا، قلت له شبيك؟ قال لي والله في وحدة من بناتي صاير معاها مرض. فيقول قلت له أبشر يا خالد، أنت أخ وعزيز وكذا، إذا يلزم شيء إذا كذا ناخذها نعالجها نجيبها كذا. قال له والله ما أعرف، معاها صدفية يعني. قال شنو الصدفية يعني؟ قال قلت له والله يعني ما أعرف ساعداني. يقول رحت هذا عادل صاحب المزرعة، سألت طبيب، قلت له صدفية؟ قال لي هذا يعني شيء طفح جلدي يعني، يصير مع الإنسان عادي طبيعي، ولا يخوف ولا كذا. يقول والله رجعت فورا على خالد، قلت له يا خالد ترى يعني الصدفية هاي طبيعي، مرض عادي طفح جلدي بسيط جدا يعني، يتعالج وببساطة يعني. وأعطيته فلوس وكذا على أساس إنه يعالج. يقول والله يعني أني قاعد أفكر أجيب أهلي، لأنه وضعهم بالغادي عندنا بالمدينة يعني مش ولا بد، مو مرتاحين وكذا، وأريد عيالي يكونون عندي وكذا. قلت له ما بي مشكلة، أقعد أنت قاعد بهالمزرعة وقاعد يعني. يقول فعلا جاب أهله خالد، عيلته عنده 3 أطفال وزوجته وكذا، وقعدوا بهالبيت بهالمزرعة، وأمور خالد صارت أفضل يعني. وأني غيرت له شغله من أنه مجرد أنه عامل، خليته شخص يشرف على العمل يعني، مشرف فقط يعني، وأجره زودت له إياه وكذا، وخليه يحاسب ويسوي وقت الموسم ووقت، لأنه شفته شخص أمين إلى أبعد الحدود يعني. هاي وهي بنفس الوقت صار أخ وصديق وكذا وإلى آخره. يقول بعد ما تعمقنا وكذا أو هيك، قلت له يا خالد يعني أنت، أنا أحس إنه في أوفر شوي يعني عندك، أحس فيه مبالغة عندك بموضوع الأكل، بموضوع أي شيء، أحس إنه أنت يا أخي أنت بخيل. قال قلت له أنت بخيل يا أخي يعني. أحيانا يقول يعني مثلا نشوف، كون نشرب مثلا كاسة شاي أو كذا أو شي، تلاقيه مهتم بموضوع إنه ما يروح شيء هدر أو يروح شيء كذا، أو بالمزرعة بالكذا محافظ على، ما يروح شي يعني. قلت له والله عندك شوي يعني مبالغ فيها الأمر يعني، مو طبيعي أنت يا خالد.
قال لي والله يا أخ عادل، يعني أنت لو قصتي تعرفها وشلون كان وضعي آني وشلون تغيرت حياتي وكذا ما تلومني. قال والله جيت قعدت عند بهالمزرعة عند خالد، قلت له يا خالد سولف لي، قل لي يبدو انه انت يعني صاير حاصل معاك قصة عجيبة يعني. قال لي والله، طبعا صرنا مرتبة الأخوة يعني، ويحكي لي أي شيء. قال لي والله يا أخ هذا الآني والدي ينقال له سعود، وسعود بمدينتنا هناك ينقال له الشيخ سعودي، ووالدي يعني أحكي لك من المال مثلا على مستوى مثلا يعني مزرعتكم أو كذا أو شيء، يعني هذا شيء اليسير اليسير بالنسبة للمال اللي كان موجود عند والدي وعندنا إحنا عيلتنا يعني. وقال فعلا يعني أنا ما تبادر لذهني ولو للحظة واحدة أنه خالد قاعد يكذب أو كذا، مبين خالد ابن نعمة يعني، مبين أنه هو مو مشتغل عند حدا بحياته يعني، هذا الشيء كان واضح إلي سابقا يعني قبل ما أسأله هذا السؤال. قال لي عندنا حصادات، عندنا غنم بالآلاف يعني، بالآلاف يعني 3 4 آلاف 5 آلاف رأس غنم عندنا يعني. زين يا خالد، ايه ايش جابك تشتغل وش جابك تسوي وش جابك كذا؟ قالوا انا اقول لك يعني، هذا المال اللي موجود الوالدي اللي ينقال له سعود، واحكي لك عن والدي بصراحة يعني ما اغبي عليك يعني. قال لي تفضل، شنو سالفة والدك؟ قال والدي طغى يعني، طغى ورجل متكبر الى ابعد الحدود والعياذ بالله يعني. يعني رجل متكبر إلى أبعد الحدود، شيء لا يتصور العقل يعني. قال مرة من المرات اللي صار يعني قبل ما يصير حالنا بهذا الشكل، لما كانت الخير الله عاطينا الخير يعني فاتح أبوابه يعني علينا على والدي يعني، والمال هذا يتحكم بيه والدي سعودي يعني، هو المتصرف الرئيسي بهذا يعني. احنا 10 أخوة عبارة عن ايش؟ أي يحركنا يوجهنا فقط يعني. قال مثلا يعني، قال مرة من المرات احنا يعني غنمنا مو كبيرة، وعدنا بوقت وقت الحصاد ووقت الكذا، قال تجي خليط يعني غنم من غير مكان يعني، تصير تحصل يعني، وخصوصا وقت الإحنا والموسم التزاوج عند الغنم للي ما يعرف يعني، تصير تجي تروح غنم من هين يروح نكباش ويتخلط خليط يصير يعني. فيقول جا رجال علينا على البيت وقال أريد أشوف سعود يعني، فلان الشيخ فلان سعود. قال والله قعدت مع أبوي وانطيت له القهوة، أني قهوة الضيف يعني، ضيف يقول أعرفه أني من منطقتنا يعني. يقول طلعت، ظل هو وأبوي يعني، بعدين يقول سمعت الصوت علي، رجعت أعرف أبوي يعني هيك ذي حاشا الناس شلون من رؤوس مناخيره مثل ما يقولون يعني. يقول رجعت قلت صارت وأريد أهدى الموضوع بس ما أعرف شنو السالفة. هذا الرجال له بهم يعني، نعشتين ثلاثة وخالطات على غنمنا يعني. فيقول قايل لأبوي يا سعود ترى بين عجة ظلت عندك يا عند الغنم عندكم يعني، وأني راح سألنا الراعي قال مو موجودة عندنا يعني، وترى النعجة موجودة عندكم وموشدينها فلان وفلان وفلان يعني. هذا سعود تعرفون يعني ضارب الموجة معه على هالحكي يعني، رغم أنه طبيعي يعني أنعجة جت وخلطت وصار اللي صار عادي يعني، ما في أي مشكلة يعني. تتهمني بالنعجة، أني كل خير الله عندي وأنت تتهمني بنعجة، روح يا أخي أنت ونعجتك أنت وكذا. يقوم يطالع أبوي ايش قد حق نعجة، يقول للضيف، طبعا يقول الضيف استحى يعني، يقول الضيف انخطف لونه يعني. ويوم دخلت أني أريد بس أبوي ما قدر،
أبوي متجبر يعني، شخصيته قوية جدا، ما تقدر تتناقشه وتحاكيه، بس يقول حاول إني هدي، لأنه الضيف يعني ذهب مسكين، قال أنا عجا عندكم وعلق، يعني عندكم إيه صحيح عندنا يعني وعلق، قال حقا عجا، يقول بهذاك الوقت يعني حقا عجا الضيف ما عاد يقدر، قال يا أخي أنا ما أريد لا وكذا، ولا تفهمني غلط يا شيخ وكذا، لا انت تتهمني بن عجا، وانت واني كل خير الله عندي، وانت اني ماني شايفك وماني شايف، وتعرفون يزيد ويعيد بل الحكي. 10,000 ليرة حق ان عجا، قال له يا 10,000 ليرة حق ان عجا، خلنا نتبين الضيف ما عاد يعرف ايش يسولف، يقول والله، ويطالع ربطه يعني 50,000 بهذاك الوقت، حوالي يعني بالتسعينات كانت حوالي 1,500 دولار. يقول أبوي يقوم يكشم الفلوس يعني، ربط الفلوس يعني، قال كشمها، وبعد ما كشمها ضرب الضيف بيها يعني، لو أنت تتهمني بن عجا، قال الضيف يعني ذاب بهدومه، قال والله ردت هي شيف، لفيت الموضوع كذا، قال أخذت الضيف ومشيت يعني، طول بالك يا يابا وكذا، الرجال عندنا ودايس بساطنا ومدري ايش وكذا، يقول اسولف وما اخلص يعني، اسولف لابوي يعني، اعرف ابوي عايل يعني. والموقف هذا تكشيمة الفلوس يعني، الفلوس تعتبر ما يصير نعمة ايضا يعني، تكبر عليها وتكشمها وزتها بوجه الرجال قال والله يعني هذا احكي لك. واخذت الرجال، قالوا ركبنا سيارة، قال سيارات عندنا حصادات كذا، ركبت انا الرجال وطلعنا على الغنم، تعال يا راعي العجلة الفلانية، قال اي والله العجلة الفلانية كانت موجودة عندنا وراحت يعني، قالوا تطلع العجلة فعلا عندنا يعني، وين راحت؟ قال راحت على، انا يعني قلت للفلان انه راحت على هذا جاهل جايب الخبر يعني، راحت على غنم فلان، قالوا نطلع على غنم فلان ونلقى العجلة، فعلا العجلة قال عندنا موجودة. هذا موقف من مواقف سعود أبويا، سعود المتكبر. قال والله بي واحد من أخواني، طبعا شنو بشخصية أبوي، يقول شخصيته أنه أنت كبنت من البنات خواتي، يقول أو من الشباب ما تتزوج يعني، يعني ما تتزوج والله هيك تجي على وتختار بنفسك، لا في والدك تجي تستشيره يوافق او ما يوافق يعني. قال في واحد من اخواني خارج عن القانون يعني، تلاقي بي واحد من العيلة مو شايف حدا يعني. قال والله اني هذا، يقول اخوي اسمه محمود، قال والله يابا اني اريد فلانة، يسولف لابوي يعني. هذا موقف اخر من التكبر والعياذ بالله يعني، احكي لكم يعني 4 5 مواقف مشان تعرفون شخصية سعود وشنو اللي صار معاه بالأخير يعني. قال له فلانة من هي؟ قال له فلانة بنت فلان يعني. أي فلان؟ منو فلان؟ قال له فلان شغال عندنا يعني بالقاع، بنت الفلاح. قال له تأخذ بنت الفلاح؟ قال له إيه بنت الفلاح أريدها، وعلى سنة الله ورسوله أريد أخذها يعني. هذا يقول أخوي حمود يسولف يعني، يسولف لأبوي. قالوا يقوم أبوي ينتفض، هذه النفضة يعني، تاخذ بنت فلاح فقراء فجرية ما عندهم شي، يفقرونك بكرة، هاي تفقرك هاي كذا. قالوا رجعنا نفس الموضوع التكبر يعني، رغم انه حتى في صلة قرابة بيننا، ولا انما ان والدها يعني يشتغل عندنا بالارض يعني، والعمل يعني مو عيب يعني. قالوا ينجن أبويا على أخوي حمود، ما تأخذها تطلع عن شوري، تطلع من بيتي، تطلع كذا، لا أنت ابني ولا أني أبوك ولا أني كذا ولا أني كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأخوي يقوم، شو يسوي حمود؟ خارج عن القانون الزلمة، خلاص بده ياخذ فلانة، بده ياخذها. قوم ويشيل 200 راس غنم بليل من الراعي يعني، يشيل 200 راس غنم حقن ثروة بهذاك الوقت يعني، شيلهن يا حمود وانزل بيهن على الوقفة.
بيع ال200 راس وحط الفلوس وجيبهن. ما انهزم حمود، رجع على البيت انما مخلى الفلوس بغير مكان. طبعا يقول صار ابويا يعني مرض حاله، هذا راح يجلطني، هذا راح يقتلني، ابني هذا عاق، ابني كذا. قال والله يا ابوي اني يعني غيرت رايي، اذا هذا الشيء مرضك وكذا. طبعا مرض حاله سعودي، يا البنت لا تاخذها، وهذول مو من ثوبنا، واحنا اغنياء وهم فقراء ومن هالحكي. يقول انا اعرف انه اخويا حمود بثعلب يعني حصيني. قال والله راحت لها سكت حمود شهر يعني. طبعا يجي على البيت وينهزم من البيت، وتصير وين الفلوس وما وين الفلوس وكذا، مغبيهن حمود، بس يريد يسوي ما حد يعرف. قوم يا حمود وارجع. قال اريد اشوف ابويا تيمشي لي على جماعة، يعني هم جماعتك هذول اكثر، ابوي مو موافق، احنا موافقين كنا يعني. هذا يسولف له طبعا خالد يعني اخوه، احنا موافقين اخوتك كلياتهم وامك وكذا، كنا موافقين على هاي البنت اللي تريدها، بنت آدمية وكذا ويشذ، بس ابوي مو رافض عليهم نفسهم. قالوا لا لا، انا شفت اللي غيرها، من هي اللي غيرها؟ قال انا خلاص انا اسولف مع ابوي. قال جريء حمود ويفوت على ابوي ويحكي معاه، طبعا ما يعصب ما هي. قال له والله انا شفت بنت حلال، خاف هذا سعود يقول له خاف بنت الفلاحي. قال له لا لا خلاص، هذيك بما انه ما تريدها، انا قلت اريد اشوف لي وحدة ثانية يعني. من هي الثانية؟ قال له والله النورية، طبعا في خيام نور قال على مسافة منه يعني. قال والله أريد فلانة النورية يعني. شلون تريدها النورية هذول؟ شلون تعرفون سعود انجن يعني، لو ظال على بنت الفلاح أحسن يعني. قال له والله يا أبوي كل ما أجيك على وحدة تقول لي. قال له أنت ما تريد إلا هاي كذا وهاي كذا، خلي أشوف لك وحدة اني بنت فلان بنت فلان، هذولا عندهم مال واغنياء وما اعرف ام ناس وهالف هاي. قال له والله يا ابوي انا اريد هاي نورية مو نورية، انا اريدها يعني. قال والله خالد انا جيت سألت حمود، قلت له صحيح انت تريد هاي النورية؟ قال له لا يعني، بس خليني اني اريد اتصرف في كذا مع ابوي. والله تمرض حالك ما تمرض حالك، انت ما بيك شي. طبعا يقول لابوي يعني، جرى عليه يعني، طبعا ضمن الحدود، بس ايش بده يسوي البراسو حمودي. قال له اني طبعا سعود السوى بالنسبة لبنت الفلاح اللي يريدها حمود الاولى، راح على اهلها يعني، راح على اهلها وسوى موقف يعني يندى له جبين الانسانية يعني. جاء عليهم وغضب ابوها وبهدله وحكى عليه وغلط عليه وكذا، ولحم كتافك من خيرنا وانت طمعان بمالي وتريد تزوج بنتك الابني، وموقف يعني. المهم قال له اني اريد هاي الغجرية وبدي النورية وبدي ازوجها يعني، وهذولا ما تقدر تروح عليهم نوار يعني، اللي يدفع لهم اكثر ينطون يعني. المهم لا أو ما يصير عمامك ما عارف ايش. قالوا يجون عمامي كلياتهم. صحيح يا حمود تريد تاخذ هاي النورية؟ قالهم اي والله صحيح. شلون النورية؟ ما يصير كذا، انت والله مو صاحي صاحي مدري ايش. قالهم والله قلت لابوي على فلانة بنت فلان وما قبل يعني، شو اريد اسوي يعني؟ وكل ما اشوف وحدة ما يقبل عليها ويريد يزوجني على نافوخه مثل ما يقولون، واني والله هذا اللي جاي براسي. قالوا له زين اذا تريد فلانة بنت الفلاح لازلت يعني، احنا نمشي لك عليها ومالنا بابوك، نقنق ابوك يعني. قال فعلا وتضبط مع حمودي يعني. قالوا يروحون عمامي ويضغطون على ابوي وما وافق. قال هذا اذا اخذ بنت الفلاح هذا لا هو ابني ولا اعرفه يعني.
قالوا فعلا يمشون لحمود وياخذ ويتزوج هاي البنت الفقيرة يعني. هذا أيضا موقف تكبر لسعود. قال أخوي حمود عزل يعني، عازل نفسه وباني له بيت وزوجته هاي معاه وصار له ولد منها وكذا، لكن أبويا سعود محاصره حصار اقتصادي، ورغم هالشي يعني ما يقدر لحمود بس يقول محاصره يعني. قال للأم حمود إذا تروحين علي أو تطبيلو بيت ترى لا أنت زوجتي ولا أعرفك ولا تعرفيني. وتعرفون يعني الأم مهما كان الأخوة يقول إحنا نروح على أخوي حمود بس بالبوقة يعني، اللي يعرفوا أبوي إنه رايح علي أو كذا يزعل منه يعني. وكذلك والدتي يقول تروح على حمود بس يعني من دون ما حدا يدري. يقول ليلة من الليلات يقول والدي سعود أمي شو مسوية، شايلة لبن بجدرية يعني وبيها زبدة وبيها كذا وشايلتها ورايحة تشوف ابنها يعني حمود هذا اللي يتزوج هاي البنت يعني. يقول ولا شايفها أبويا، يقول فعلا ويقوم ويلحقها. يقول حق أمي نص الطريق، يقول حمود يبعد عنا حوالي كيلو متر يعني. لحقها تقريبا نص الطريق وش سوى أبويا؟ وين رايحة؟ مبينة يعني، مبينة شايلة جدرية حليب أو لبن ومعاها زبدة وكذا على حمودي. قالت له والله رايح على حمود أني يعني ابني وكذا وهيشت. يقوم أبوي بنص الجرية يعني. شو يسوي؟ يشيل جدرية اللبن ويكبها ويقوم يعني حيش النعمة يقوم يدوس وين على الزبدة يعني. يقوم يتدوس بيها، يتدوس بالنعمة. ألا جو العالم صار عليك يا فلان، ما يصير كذا، هيش ما أخذته لابنك وابنك ومهما كان يعني إيش ما صار يظل ابنك ووضعه المادي تعبان وما يجوز بتعرفون من هالحكي. بس يقول سوى هذا الموقف، موقف انه داس عن نعمة على الزبدة قام يتدوس بيها، وامي يقول سحبت حالها من اثم ساكت ما تقدر تحكي ورجعت وين على البيت. يقول ما بي تقريبا يا جماعة الخير شوفوا شنو اللي صار فورا يعني. قول ثاني يوم تقريبا الغنم وقت يعني علف وما علف، ويقول ساطية وين بل المستودعات اللي نعلف بيها يعني، ساطية بالشعير يعني، وآكل شعير شي الغنم كلها يعني. ورادة بعد مو شبعان الغنم رادة حظيانة بمي يعني، والغنم بس تكون شبعانة شعير ووردت من المي خلاص تنقز تموت مكانها يعني، تنبشم يعني. قال ألفين ألفين راس يعني عندنا كلياتهن. قال اجينا عبارة عن مقبرة جماعية حوالي بركة مي يعني، الراعي ناسيهن الراعي كذا، أمر الله بده يصير يعني. بس يقول هذا الموقف فعلا عبرة يعني، بعد ما داس عن نعمة وكب اللبن بالقاع وتدوس الزبدة ثاني يوم الله كان أمره نافذ يعني. يقول الألفين راس يعني ربما 20 30 راس هذن اللي نجن منهن يعني، اللي كانوا مو موجودات يعني. تعال اشتذبح يعني من الظهر هي إلى العصر الراعي رايح يعني، اشتذبح تذبح يعني اشتريت تذبح تا تذبح يعني. قال والله وتنبشم الغنم كلياتها الألفين راس يعني، وتنقز تموت كلياتها إلا ما يعني برحم ربي يعني، يجوز 20 30 راس 50 راس مو أكثر يعني. بس بنسبة يعني 97% من الغنم راحت يعني وبيدت إبادة واحدة. يقول طبعا إحنا يعني هاي ضربة قاسمة لأبوي يعني، وكلياتنا بعد هذا الموقف وبعد ما شفنا شلون يدوس بالنعمة قدام العالم كلياتنا قلنا هذا
خطأ النعمين، وهذا الموقف نتيجة التكبر عن النعمة. يقول شنو هذن الغنم؟ الغنم يجمعها 2000، يعني انت بدك تاخذ عليهن شقدين تتعلفهن، وفايتهن موسم ايش جفاف، يعني صار لك سنة سنة وشوي تعلف بيهن وتتدين عليهن. يعني يقول بدأنا نتلقى الصدمات، الصدمة تلو الأخرى، مترتب على 2000 راس غنم مبالغ هائلة. ومن لازم نوفي؟ نوفي تحن الغنم، ومن الخرفان نوفي، يعني من السمن من الكذا منها نوفيها يعني. أما ما عندنا مصدر ثاني خرج يسند هالعدد الهائل من الحلال يعني. قال بعد ما ماتت هاي الناس قامت تسولف، هاي يعني باينة واضحة انه الشخص هذا يكفي طغى يعني، طغى طغى يعني. عبر عدة مواقف طبعا، مو بس هذا، ومواقف كثيرة يحكي لنا عنها، لكن أنا ذكرت تقريبا أبرز المواقف اللي حصلت، ومن ضمنها هذا الموقف اللي يدوس بي على النعمة، وقبل بيوم بل يوم الثاني فقد 2000 راس من الغنم. يقول عاد هنا خالد يقول بدأنا عشان نسوي اللي إلو حق علف، التاجر تبع العلف اجى علينا، اللي إلو تاجر الشعير، تاجر التبن، تاجر 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 تاجر، اللي ماخذين منه فلوس، اللي كله على هل الغنم هذن اللي راح. وطبعا يوم سمعوا العالم التجار سمعت بالشي اللي صار، كلها كل واحد بده يجي يحصل حقه وبأسرع وقت، لأنه هذا الشخص خلاص يعني ربما عدي صار في عنده عجز يعني. ايه شو نسوي يابا؟ قال والله نبيع الحصادات، بعنا الحصادات ما وفتي، بيع السيارة الفلانية، السيارة الفلانية، السيارات أيضا ما سددني، بيع قطعة الأرض الفلانية وبيع قطعة الأرض، بيع البستان الفلاني، بيع الكذا بيع الكذا. قال وإلا وصلت يا جماعة وين؟ على البيت اللي قاعدين بيه، بيت أبوي سعود. قالوا يجون ويقومون يقيمون البيت يعني. يعني بعد هاي الحادثة يقول فعلا محق أبوي محق يعني. يقول يقيمون البيت وينباع أيضا يعني، بيتنا اللي قاعدين بيه يعني. يقول ونروح كلياتنا وين؟ وين قعدنا عند منه؟ عند حمود أخوي اللي كان عازل، واللي كانت أمي شايلت له جدرية لبن وزبدة، واللي داس عليهن أبوي. يقول رجعنا وين؟ على حمود وقعدنا عنده، وعوائل يعني، أو والدي يعني ما حدا يقدر يحكي معاه يعني. أيضا بعد ما فلس وبعد ما كذا وبعد ما هاي لسه لا زال يعني، يبدو أنه هذا التكبر من طينة يعني، من طينة هذا الرجال اللي ينقال له سعود. حتى لما صار فقير وكذا أيضا في عنده مواقف تكبر ومواقف كذا، ومع الناس وكذا، ومحد يريده يعني. فيقول خالد يعني قاعد عند أخوي حمود أبويا، والعوائل يقول إحنا الأخوة يعني، كل واحد يعني مثل ما تقولون شال عيلته وراح على جهة معينة يعني. ويقول خالد أنا جيت على هاي المدينة ولقيت هاي المزرعة، والحمد لله الله وفقني فيها واشتغلت بيها. وطبعا يقول والدي سعود بعد فترة حوالي سنة أو سنة ونص أيضا صار معاه مرض، والمرض هذا يعني والعياذ بالله مرض خبيث يعني، وظل طريح الفراش مريض يعني، حتى يقول إمكانياتنا ما تسمح للعلاج يعني. وراحت هاي الفترة كلياتها سبحان الله، يقول والدي قضاها كلها يعني تقريبا يحتضر يتألم يعني.
يتألم ألم شديد نتيجة هذا المرض يعني. على قد إمكانياتنا طبعا أخذناه على أطباء وكذا وجبناه ووديناه وهاي، قالوا ما في يعني، هذا المرض معروف يعني، نتيجته معروفة يعني، والمرض متفشي به جدا يعني. يقول قبل طبعا ما يتوفى والدي الله يرحمه ويرحمنا جميعا طبعا، يقول جبنا له فلان وفلان وفلان وفلان، هذول الأشخاص اللي يعني مسوي معاهم مواقف ومواقف يعني ناقصة مثل ما يقولون، أو متكبر على فلان ومتكبر. حتى زوج حمود يقول هي أكثر شيء كانت تداري وكذا، هي اللي يقول عنها بنت الفلاح وهذه فقيرة وبكرة تفقرنا وما المهم. فأخواني يعني التكبر والعياذ بالله، إن شاء الله تكون الصورة وصلت أو العبرة وصلت من هاي القصة. أخواني وأخواتي، اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.